كان أخي قد قال له صديق: علي الحرام ترجع معي إلى البيت. قال أخي: علي الحرام لا أرجع معك إلى البيت. ولكن صديق أخي أجبره على الرجوع معه إلى بيته ورجع معه، وسأل عن كلمة علي الحرام إذا وقعت على الشخص هل تكون الزوجة طالقا أم لا؟ قالوا له: كلمة علي الحرام إذا وقعت على شخص تكون الزوجة طالق. هل هذا صحيح بأن قول علي الحرام يعتبر طلاق أم لا؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. إذا كان نوابه الطلاق فإنه يكون طلاقا، أما إذا لم يكن نوابه الطلاق فإنه يكون يمينا تحلها الكفارة، يعني يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم.